فن عابر للقارات لا يعترف بالحدود الجغرافية ولا السياسية. إنه الرقص اللاتيني الذي انتشر في روسيا في الوقت الراهن. إقبال كبير من الشباب الروسي على النوادي والمدارس التي تعلم رقصات الصالسا والتانجو. إقبال كبير يفسره مختصون بسلاسة هذا النوع من الرقص وتماشيه مع حياة الشباب المعاصر المنفتح على الثقافات الأخرى. في موسكو ينتشر الرقص اللاتيني بشكل مذهل. الناس هنا يحبون الرقص. هذا النوع يعد فرصة وثقافة جديدة، وهو مفيد للصحة، كما يعتبر فرصة للتواصل الاجتماعي والتعارف. كل هذه الأسباب جعلت من الرقص اللاتيني الرقم واحد على الأقل في موسكو. لكن تعلم الرقص اللاتيني كالصالسا مثلا ليس بالأمر الهين، فهذا اللون من الفن يحتاج لتنسيق عال بين القدرات الذهنية وحركات الجسد بإبقاء الجزء العلوي من جسم الراقص متوازنا مع تحريك الساقين والوركين بتناسق كبير، الأمر الذي يتطلب مرونة ولياقة بدنية عالية. السالسا رقصة حيوية، فهي بالنسبة للفتيات راحة ومتعة وفرصة للمحافظة على لياقتهن، كما أنها رقصة تتيح فرصا أكبر للتواصل الاجتماعي والتعارف. تختلف دوافع وأهداف رواد هذا النوع من الرقص، فبعضهم يرى فيه رياضة ومتعة بعد ساعات العمل الطويلة، أما البعض الآخر فيرى بأن الرقص اللاتيني يتيح فرصة أكبر للتعرف على شريك الحياة نظرا لتقارب الراقصين أثناء أداء هذه الرقصات. تعلم الرقص اللاتيني يتطلب مجهودا ذهنيا وبدنيا، فهو رقص يعتمد على الإحساس. بعد العمل يقصد الكثير مدرستنا للرقص وتحسين لياقتهم البدنية. إنه أمر رائع حقا. ومع انتشار الرقصات اللاتينية كالتانجو والسالسا في المجتمع الروسي بشكل كبير، سارعت الكثير من الجمعيات الثقافية الروسية لدق ناقوس الخطر خوفا على فقدان وتلاشي الموروث الروسي من الرقص أمام هذه الفنون الحديثة. على الرغم من ثراء الفولكلور الروسي بأنواع عديدة من الرقص، إلا أن الجيل الحديث هنا في روسيا وجد ظلته في الرقص اللاتيني وعلى وجه الخصوص السالسا، نظرا لديناميكية هذه الرقصة وتناسقها مع الشخصية الروسية الحديثة. يوسف فيغار، قناة الغد، موسكو.